اهلا بكم من جديد. النهارده زي ما قلت لحضراتكم تم اقرار بصوره مبدئيه قانون تنظيم الصحافه والاعلام، واللي بيضع الخطه المستقبليه للصحافه في والاعلام ايضا في المستقبل والتحركات. والاول مره هيتم تنظيم عمل الفيسبوك، وربما يصل الى الغاء او حظر الفيسبوك لبعض الاشخاص اللي بيستخدموه لبث شائعات مغرضه، حاجات اللي مش لصالح الدوله، وده بيحصل في معظم الدول. يعني انا لما سافرت الحقيقه بره لقيت ان في دول عربيه ما بتستخدمش الفيسبوك ده اساسا، اللي بيقولوا ان هو غير امن. خلوني ارحب بضيفي داخل الاستوديو، الكاتب الصحفي الكبير استاذ علي حسن، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. منورنا. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. عيد جميعا. جبت الكحك ولا غالي؟ لا جاي. الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. الصحة والسلامة. قريت القانون؟ طبعا بدون شك. ايه رايك بقى؟ هو في الحقيقه القانون هو قدم من بدايه، يعني مقدم من الحكومه كان بشان اصدار قانون تنظيم الصحافه والاعلام. بس بقاله كتير قوي. تراءى بقاله سنتين. من 16 2016. لكن لجنه الثقافه والاعلام قسمته بالفعل الى ثلاثه قوانين، وذلك اعمالا لنصوص الدستور الثلاثه التي ضمنت هذه القوانين في ثلاثة مواد في الدستور في الحقيقة، بحيث يبقى فيه قانون تنظيم الإعلام، قانون الهيئة الوطنية للصحافة، قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وبالتالي استلزم الأمر إلى وضعهم في ثلاثة قوانين. ولذلك الدكتور علي عبد العالي النهاردة لما تم يعني الموافقة بصورة زي حضرتك ما أشرتي، وتم مناقشة الجزء الأول المتعلق بقانون تنظيم الإعلام، قرر إحالة الأمر مرة أخرى إلى مجلس الدولة حتى لا يكون هذا الأمر مطعنا دستوريا، لأن القانون كده اتناقش ثلاثة لكن مجلس الدولة كان مراجعه في صورة قانون واحد عشان يبقى ضبط الأداء الدستوري. القانون في الحقيقة بيعالج نقاط ثلاث قوانين كما أشرنا. بكرة إن شاء الله سيتم مناقشة قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وده بينظم بالفعل الشأن الصحفي، لكن احنا بننتظر طبعا مناقشات من اعضاء مجلس النواب بشانه، كما اعتدنا دايما بشان اي مشروع قانون بيتم عرضه او طرحه. بدون شك المناقشات بتثري هذه القوانين وبتضيف اليها وبتعزف وبتضبط في بعض الكلام. ان في بعض الصحفيين معترضين قلقانين من ايه بقى بصراحه؟ لو في يعني بعض امور هي في الحقيقه يعني هتبقى محتاجه ضبط، يعني زي مثلا في حاجات موجوده في ديباجه المشروع مش موجوده داخل بعض نصوص القانون، لكنها يعني امور شكليه ممكن ضبطها، زي مثلا عدم جواز الشغل منصبي رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير مكتوب في ديباجه المشروع الا في حاله الضروره التي تقتضي ذلك وتسببها الهيئه الوطنيه للصحافه. في القانون جوه نسي ان يذكرها، يعني في مثلا الصحفيين بيتطلعوا للمد الجوازي حتى سن 65 وهو حق موجود، لكن في ديباجة المشروع بيحظر شغل منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير، لكن جوه المشروع مش موجود هذا النص اللي أزعج الجماعة الصحفيين. بس موضوع ال 65 سنة ده موجود، أنا حتى قلت إحنا تعبانين من دلوقتي 65 سنة. فعايز أقول لحضرتك إن لكن جوه في الحقيقة متنظمة بشكل كويس جدا في القانون، ان المد فوق الستين للصحفيين بيكون للهيئه الوطنيه للصحافه، بالنسبه للاداريين والفنيين في المؤسسه الصحفيه القوميه بيكون المد بالنسبه لل بيكون المد من خلال مجالس ادارات المؤسسات الصحفيه القوميه. القانون في الحقيقه فيه نقاط ايجابيه تتعلق بتكريس سواء القوانين الثلاث، يعني في الحقيقه ما يتعلق بتكريس حريه الصحافه وحريه الراي والفكر والتعبير، بيحمي الحرية المسؤولة للصحافة، بيلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر، بيحمي الصحفي والإعلامي من الاعتداء عليه، والاعتداء على الصحفي والإعلامي بتصل العقوبة ما بين الحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. بيطبق ما نص عليه الدستور من أن يكون إصدار الصحف بمجرد الإخطار، لكن في إطار ما ينظمه القانون بهذا الشأن، بيحمي الحرية المسؤولة للصحافة والإعلام، بيعاقب على التجاوزات التي لا يقر بها أحد. فبالفعل في نقاط إيجابية كثيرة طبعا. طيب. خلينا نرحب بالأستاذ أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان. مساء الخير يا أستاذ أسامة. نور، أهلا وسهلا. حضرتك بقالك سنتين قاعد بتنظم في هذا القانون وفي مواد خلافيه، واخيرا النهارده تم الموافقه بصوره مبدئيه على هذا القانون. غششنا كده بقى، كان بيحصل ايه في الكواليس؟ ليه؟ اتفضل.
لا لا احنا لا هو الموضوع واضح واضح عندكم. طب وضح لنا الصوره المبدئيه. عندنا فصلنا القوانين لثلاثه. تمام. القانون الاولاني اللي هو قانون تنظيم الصحافه والاعلام والمجلس الاعلى للاعلام ده انتهت مناقشته تماما 108 ماده وده انتهت الموافقه عليه وهيروح مجلس الدوله ويرجع للموافقه النهائيه تماما عليه. يعني هو نوقش خلاص. تمام. القانونين التانيين اللي هم الهيئه الوطنيه للصحافه ودي مسؤوله عن الصحافه القوميه والثاني الهيئه الوطنيه للاعلام ودي مسؤوله عن اتحاد الاذاعه والتلفزيون سابقا يعني. اللي هو دول الحاجات المملوكه للدوله اللي هي فضله. وبالتالي دول لسه ما اتناقشوش، هيتناقشوا ان شاء الله في الجلسات اللي تاليه بعد كده. طيب. فالقانون الكبير ده اللي هو المجلس الاعلى للاعلام اللي اشتغل دلوقتي وده تمت الحمد لله الموافقه عليه النهارده في المجلس وكانت مناقشاته جيده جدا الحمد لله. طيب استاذ اسامه، ليه في بعض الاعتراضات والهجوم والتخوف من بعض بنود القانون؟ لا هو بصي القانون بتاع النهارده ما فيش منه تخوفات خالص. المشكله في يعني هقول لك انا بصراحه شديده جدا. ايوه انا اتعودت من حضرتك الصراحه، انا عايزه كده. يعني هو في الجزء بتاع الهيئه الوطنيه للصحافه ودول الحقيقه يعني في مبدا مهم جدا في اي مؤسسه في الدنيا انه لازم المحاسبه تكون جهه مختلفه عن الجهه الاداره، يعني انا ما اقدرش ادير واحاسب نفسي. فده مبدا مستقر في كل حته، فبالتالي احنا عايزين نصلح المؤسسات القومية اللي الناس بتشتكي منها وعندها يعني في تضخم كبير ومديونيات عمالة تتراكم والكلام ده كله، فاحنا عندنا مشكلة في الإدارة. فهذه المشكلة مجلس الإدارة هيفضل زي ما هو، إنما هذا المجلس محاسب في جمعية عمومية في الهيئة الوطنية اللي هي باعتبارها ممثل المالك. دي مؤسسات مملوكة للدولة، الدولة جابت الهيئة الوطنية للصحافة وقالت لها أنت مسؤولة عن إدارة هذه المؤسسات. فبتجيب رئيس مجلس اداره ومجلس اداره لكل مؤسسه، المجلس ده بيقعد سنه يشتغل وبعدين بعد كده يبتدي يحاسب امام الهيئه الوطنيه. دي مساله اداريه صرف، احنا كمان فصلنا فيها الاداره عن التحرير، يعني التحرير مسؤوليه رئيس التحرير فقط. رئيس مجلس الاداره ليس له علاقه بالتحرير بعد كده. فبالتالي احنا النهارده هذا المجلس مسؤول اداريا وماليا ويحاسب امام جمعيه عموميه من ممثل المالك اللي هو الهيئه الوطنيه للصحافه. الدوشه اللي شغاله دلوقتي دي شغاله لانه البعض مش مصدق انه هيتحاسب. يعني يا جماعه اللي خاف من المحاسبه يبقى عنده علامه استفهام لازم نحطها في الاعتبار. فلازم يعني نحط في اعتبارنا انه اللي احنا بنعمله ده هو تصحيح لوضع كان خاطئ استمر سنوات طويله وقعد ادى الى اهدار كثير جدا. مش معقول ان انا اكون انا اللي بصرف وبعدين اجيب جمعيه جنبي هي اللي تحاسبني، ما هم احنا كلنا في بعض. فالامور هنا لازم تكون فيها بس مفهومه اكثر صح. طبعا في ناس متضرره من القصه دي فابتدوا يثيروا بعض الناس اللي موجوده، انما الحقيقه ما فيش استجابه ليهم، انما احنا هدفنا الاصلاح مش هدفنا اشخاص ولا بنتكلم على اشخاص بالمره. يعني ليس مقبولا ان مؤسسه صحفيه كبرى تكون بتناقش من شهر فات ميزانيه 2013. طب والنهارده انا اقول لك ميزانيه 2017 18 كام؟ مش حدش يعرف يرد عليا. فهل مقبول ان اموال الدوله يتم باعترافها بهذا الشكل؟ احنا هنظبط بس الاداء لحد هيقرب من المحتوى الاعلامي ولحد هيقرب من المحتوى الصحفي، انما عايزينها تبقى مؤسسات قويه وراسخه لان التحديات عليها كبيره جدا. طيب موضوع المراقبة الفيسبوك يا فندم اللي هو بيصل ل 5000، طبعا يعني الناس بتوصل ل 5000 لان هو الصفحه بتوصل ل 5000، فكده هيتم مراقبته ولا هيتم التعامل معاه ازاي؟ لا 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 مش مراقبته ولا حاجه ابدا ولا حتى هيراقب حاجه، انما دي الحاجات احنا خدناها من قوانين في دول اخرى. القانون الروسي عنده التنظيم ده ودول اخرى كثيره ذهبت لانها تحط كمان يعني ارقام اقل من كده، يعني البعض قال 3000 والبعض، انما احنا ما بنعملهاش بالشكل ده. احنا اللي بنعمله ان احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه ريزنبل كده وهاديه ما تبقاش فيها لا هي ضيقه ولا هي يعني مبحبحه قوي زياده عن اللزوم، بحيث انه لما يكون عندك 5000 واحد بيتابعوكي هنا اصبح عليكي انت مسؤوليه.
فلو قلتي عليها إشاعة أو قلتي خبر مكتوب صحيح. يبقى هنا هيبقى في مسؤولية في الحتة دي. إنما في الحاجات العادية اللي أقل من كده يعني وارد إن ده يحصل بشكل أو بآخر. ورقم 5000 ده اللي هو إحنا واخدينه من الرقم بتاع الفيسبوك نفسه. طيب تمام. اخر حاجه بس يا فندم، انا وانا داخله بعض اعضاء مجلس نقابه الصحفيين الحقيقه بيعترضوا وبيقولوا ان البرلمان ما رجعش لرؤساء النقابات، يعني سواء اللي هو نقيب الصحفيين بيقولوا ان هو ما كانش يعرف حاجه عن مناقشه القوانين وبالتالي ده يخالف الدستور وتحديدا الماده 77. ايه حقيقه الموضوع ده؟ ده كلام فارغ. وانا بقول وانا عضو نقابه الصحفيين وهذا الكلام انا مسؤول عني. يا فندم نقابة الصحفيين، أولا احنا عندنا 3 جهات مخاطبين ان احنا لازم ناخد رأيهم بنص الدستور، هم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. وجم بالفعل السنة اللي فاتت وقدموا ده علاوة على جلسات استماع لبعض المذيعين والإعلاميين والصحفيين واستمرت لفترات طويلة جدا وبعدها أذيع على الهواء. تمام. اللي ضفناهم كمان فوق ال3 جهات دول نقابة الصحفيين، نقابة الإعلاميين، جهاز تنظيم الاتصالات، غرفة صناعة الإعلام، جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ونقابة قلنا ايه تاني، فهم 8 جهات. تمام. وبالتالي احنا كنا حريصين ان احنا قبل ما نبتدي المناقشة يكون عندنا كل الآراء. عايز اقول لك انه السنه اللي فاتت احنا تاخرنا في مناقشه هذا القانون لانه نقابه الصحفيين تاخرت علينا، وبعد ما بعثت استدراك، فتقريبا الجهه الاساسيه اللي معظم ملاحظاتها اخذت في الاعتبار كانت نقابه الصحفيين. اديكي مثال، المؤسسات اللي هي الصحفيه اللي بتفتح جديد لازم يكون فيها بنص القانون اللي صدر اللي توافق عليه النهارده في الساعه انه يكون فيها 70% من الاعضاء النقابه. هذا التعديل جالنا من نقابه الصحفيين في اخر الدوره اللي فاتت بعد ما هم بعتوا لنا، فهم بعتوا لنا مرتين. نعم. خلاص؟ فما حدش بيقول ان هو لا اصل احنا ما قالولناش، لا يعني يا جماعه استاذ اسامه خلينا نعترف ان القانون كبير ومهم جدا. وحضرتك وعدتنا بلقاء بعد العيد ان شاء الله نتكلم فيه باستفاضه ونشوف مين اللي متضايق ونحاول طبعاً نوضح الامور افضل. بس انا عايز اقول لك بالتحديد لان ده يعني الحقيقه دعوه خبيثه من البعض اللي هم هيتضرروا من هذا القانون. لا ضرر. انا بقول لجميع الصحفيين في مصر ان القانون الذي صدر اليوم فيه حقوق غير مسبوقه للصحفيين باي شكل من الاشكال، واتحدث اي قانون اخر. انما قدام ده في التزامات، هذه الالتزامات لازم تتعمل. مش ممكن هيمر من تحت ايدي قانون وانا موجود في هذا المكان يكون في ضرر للصحفيين، انما البعض بقى يروح يلعب ولا بتاع ولا الكلام ده عشان خاطر مصالحه وفرق تطرب، هذا الكلام لن يقبل باي شكل من الاشكال ومحدش هيوافق عليه. تمام. الصحفيين واعيين وفاهمين المساله كويس وعارفين مين بيلعب في الموضوع وعارفين المعنى ان الجمعيه العموميه تبقى جهه محاسبه حقيقيه، عارفين كويس قوي انه في ناس اكيد هتبقى مصالحها هتضرب في هذا الموضوع. نعم. بشكرك شكرا جزيلا. بنشتغل للصح وبنشتغل ان شاء الله عام في اموال دوله ان شاء الله يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ اسامه هيكل رئيس لجنه الثقافه والاعلام والاثار بالبرلمان. مره اخرى برحب بحضرتك. انا شايفه حضرتك يعني في حاجات موافق عليها وفي حاجات مش موافق عليها، انا عايزه الصراحه ايه اللي حضرتك معترض عليه او حاسس ان في يعني تخوف منه؟ انا يعني بنتظر ان شاء الله بكره مجلس النواب هيستكمل المناقشات، وزي ما قلت لحضرتك لما يعني بدون شك في نقاط ايجابيه في الموضوع كما اوضحنا، يعني تكريس حرية الصحافة والرأي والفكر والتعبير وحمايتها وإلغاء الحبس في قضايا النشر، كل دي نقاط إيجابية. تخفيض مدة الشباب اللي هم بيقعدوا تدريب في نقابة الصحفيين، بيقعدوا في المؤسسات الصحفية القومية تدريب لسنوات طويلة جدا، هيبقى لحد الأقصى 2، مسألة اللي هيصدر صحيفة يخلي 70% من النقابيين، كلها نقاط إيجابية كثيرة جدا. لكن انا بنتظر برضو بكره استكمال المناقشات في مجلس النواب ان شاء الله للتوصل الى الصيغه المثلى. الماده اللي هي الخاصه بي وانتم بعتوها، يعني نقابه الصحفيين هي اللي هي الزام اي صحيفه حديثه بألا يقل عدد العاملين بها من المحررين عن 70% من اعضاء النقابه، بعض شايف ان هي ظالمه شويه بالنسبه لمن يحاول ان يتدرب. يعني انا كنت صحفيه وانا في الكليه، فكنت صحيح. بتدرب في مؤسسه كبيره زي روزا يوسف فخدت فرصه. عايز اقول لحضرتك ليه ما نديش ناس فرصه؟ بيدي برضه فرصه لكن في ظل وجود تعطل لا سيما من بطاله كبيره جدا الان
من الصحف الحزبية والصحف التي أغلقت والصحف الخاصة، ودي أعدادها كبيرة جدا قاعدين بلا عمل. فهو يعني عامل هذا النص عشان يتيح لهم فرص للعمل، وفي ذات الوقت هناك أيضا 30% متاحة للشباب أن يخش بأرض أنه يتدرب ويلتحق ويتعين في هذه المؤسسات. لكن الهدف هو حل أزمة وجود شباب كتير جدا وبعضهم أيضا حديث العمل وحديث التخرج، اشتغل في صحيفة سنتين ثلاثة وأغلقت، ودول عددهم كبير جدا في الصحف الخاصة والصحف المستقلة والصحف الحزبية. بس بيكونوا أكثر حماس من اللي متعين. ما هو أكيد الشباب طبعا عايز يثبت نفسه وكذا، ده شيء جميل. وأول يعني ما بيتعين لا 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 والله ليس شرطا، يعني هو طبعا في ناس بتبدأ عملها بتفاني وإجادة وإتقان لغاية ما تطلع معاش، وفي ناس طبعا بتتكاسل وحاجات زي كده من البداية، لكن بقول إن إتاحة الفرصة الاثنين معا شيء مهم جدا، بالذات لا سيما فيما يتعلق بزملائنا المتعطلين عن العمل، أن تتاح لهم فرص من خلال الإصدارات الجديدة، وأيضا إتاحة الفرص للشباب الراغبين في الالتحاق في ذات الوقت. يعني اسمح لنا نطلع بفاصل، وبعد الفاصل هنواصل حديثنا عن هذا القانون المهم، ونتكلم باستفاضة عن الحريات اللي أتاحها هذا القانون للصحفي والإعلامي. فاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد. مره اخرى برحب بضيفي داخل الاستوديو الاستاذ علي حسن، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. اهلا بك يا استاذ حسن. يا استاذ علي، الحريات اللي ضمنها هذا القانون للصحفي والاعلامي ايه هي من وجهه نظرك؟ طبعا من اهمها عدم جواز الاعتداء على الصحفي اثناء اداءه عمله، وده كان نص في الحقيقه بنفتقده، وشيء ايجابي ان يبقى في نص بيعاقب من يعتدي على الصحفي اثناء اداءه عمله، سواء بالقول او بالايدي او باي شيء. وعلى فكره ده موجود ايضا في قانون العاملين بالدوله، يعني من يعتدي على اي عامل بسبب اداءه عمله بتصل العقوبه الى الحبس الوجوبي. ازاي هتثبتها؟ ما هو دلوقتي صحفي داخل اثناء بيؤدي عمله الصحفي وقدم شخصيته الى الجهه اللي هو موجود فيها، لو ان احد الاشخاص تعدى عليه بسبب اداءه عمله أو بسبب سؤال وجهه إلى أحد الأشخاص فتعرض للنهر أو للإهانة أو لكذا، ده إذن بيمثل اعتداء عليه أثناء أداء عمله يستوجب العقاب. وبالفعل المشرع هنا في هذا القانون قال إنه هيعاقبه بالحبس أو الغرامة، الحبس أو الغرامة أو أي يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 أو بإحدى هاتين العقوبتين. أو بإحدى هاتين العقوبتين بالظبط. من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو عمله. بسبب عمله. الحقيقة بتمثل حماية له أسوة بها مطبق يعني في القانون. يعني إيه أو بسبب عمله؟ يعني هو متضايق منه، أنت صحفي طب خد يعني. لا يعني هو بيزاول عمله زي ما بقول لحضرتك، هو داخل يحضر مؤتمر فحد منعه بالقوة أو تعدى عليه عشان يمنعه إنه يخش. أو وجه سؤال فقام أحد الأشخاص يصبه أو ينهاره أو تطاول عليه أو تجاوز عليه، ده أحيانا ما يحدث. لكن كل ده بيبقى بسبب أداءه عمله وليس لأي سبب من آخر، يعني لو تشاجر معاه لسبب آخر بعيدا عن مجال العمل ده موضوع تاني خالص. لكن الاعتداء عليه بسبب مزاولته لعمله وأداءه لعمله وأثناء أداءه لعمله الصحفي، ده في الحقيقة كان نص مفتقد، وده نص استحدث ونص ايجابي جدا. طيب الماده 9 اللي هي بيحظر فرض اي قيود بتعوق توفير او اتاحه المعلومات او تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الاعلام. ايوه دي هنثبتها ازاي؟ يعني دلوقتي انا طلبت من حضرتك معلومه، حضرتك ما رضيتش تديها لي ورحت تديها لزميل. انا ممكن اقاضيك؟ لا، هو شوف حضرتك بتتاح الفرص بالتساوي، بمعنى ان النهارده بتيجي احدى الوزارات بتطلع بيان بتبعته في الحال لجميع وسائل الاعلام بدون استثناء، والغالبيه العظمى من الجهات في مصر ولا سيما الجهات الرسميه تكاد تكون بنسبه 100%، بدا من رئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء جميع الوزارات والهيئات العامه، بتبعت ايميل على طول لجميع الصحفيين في وقت واحد. فاذا ده بيتيح الفرصه للصحفيين بالحصول على ذات المعلومه في ذات الوقت. لكن هذا الامر لا يقفل باب الاجتهاد بالنسبة لأي صحفي يريد الاجتهاد بأنه يقدر يتصل بالوزير ويستكمل منه بعض الأمور أو يتصل بالمسؤول. اللي بتكملها مادة 11 حق بالزبط. للصحفي أو الإعلامي بأن يتلقى إجابة عما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وبيانات ما لم تكن لها درجة من السرية أو خطر على الأمن القومي. ما هو بدون شك
لا انا طبعا مع هذا يعني النص. انا مثلا بصير. كلمت وزير كويس وطلبت منه معلومه وهو ما رضيش يديها لي. ايوه انا الجا لمين بقى؟ يعني اقول ان هذا الوزير ما ادانيش المعلومه دي واداها مثلا لزميل؟ لا ما هو في حاجه ثانيه. ما هي بقى في مساواه. لا ما زي حضرتك ما قلت لحضرتك المساواه انا ببعت لك بيان للجميع. لكن افرضي حضرتك انا عن عليا سؤال لقيت في قرار صدر عن الامم المتحده يستوجب ان انا اسال الوزير المختص فسالته زمايلي ما يعرفوش واداني اجابه عليه وقلت وقال في تصريح خاص لوكاله انباء الشرق الاوسط. هذا لا يعني هذا. طب ولو ما رضيش يديني اجابه؟ هو ما رضيش يديني اجابه. اقول بقى ان هو ما رضيش يديني اجابه. لا ليه؟ اصل يعني هي المساله انا بساله ممكن لسبب او لاخر لسه ما اطلعش عليه، لسه ما وصلوش، مش هيقول رايه فيه دلوقتي، هيرجع يدرس، هيرجع يبحث، هيرد عليا في وقت اخر، يعني كل شيء وارد في هذا الامر، لكن برضو انا مش ماسك سيف وبقول له لازم تجاوبني دلوقتي والا يعني كذا. يعني بالعكس المساله بتدور في اطارين، الاطار العام هو اتاحه المعلومه للجميع، لكن في ذات الوقت من حق اي صحفي انه يجتهد ويسال مصادر اخرى. ممكن انا بسال وزير ما بيقوليش، ممكن بسال خبراء، بسال مختصين، بسال وكيل الوزاره الفني التقني المختص اللي عنده هذه المعلومه. ممكن اصل الى مصدر كبير جدا وما اقولش اسمه واقول اكد مصدر مسؤول في وزاره كذا، ما اقولش اسمه يكون الخبر صحيح 100% ويجاوبني ويرد عليا. يعني في سبل كثيره جدا لامكانيه الحصول على المعلومه وعلى التميز وعلى الانفراد، وده اللي بيميز اي صحفي واي صحيفه، قدرتها على الانفراد والتميز. طيب هو حضرتك عايز تجاوب في الجزء الخاص بالصحافه، مش عايز ادخلك في جزء الاعلام برضو علشان أيوة. لكن هو لو في اي صحفي تعرض لمضايقات ما قدرش يحصل على معلومات، حصل له اي حاجه فيها خرق لهذا القانون، بيلجا لمين؟ بيلجا لنقابه الصحفيين طبعا شاكيا، والنقابه بتتخذ الاجراءات ودائما ما بتكون بصوره وديه جدا، انها بتكلم الوزاره او الوزير ليه منعت زميلنا فلان الفلاني او ليه حصلت المشكله الفلانيه، وتسعى الى توفيق هذه الامور وتقوم بحلها بالفعل بصوره يعني هادئه وبصوره ايجابيه بصوره وديه. لكن بصورة لو في تعنت؟ ما هو طبعا لو في تعنت برضه هيتم مخاطبه المسؤول الاعلى من خلال النقابه، الحق انت عندك وكيل وزاره متعنت، ممكن النقيب بيكلم الوزير، ممكن بيعمل جلسه وديه بين الصحفي والوزير او بين كبار المسؤولين في الوزاره ويحل هذه الازمه وكده. لكن المساله في مجملها دائما ما بتمشي بصوره ايجابيه، وانا شايف زملائنا الصحفيين موجودين في جميع الوزارات والهيئات العامه بصوره يوميه وبيجيبوا كم كبير جدا، زخم اخباري كبير جدا موجود. طيب كل يوم حضرتك بتشوفيه في المواقع الالكترونيه، بتشوفيه في الصحف وفي كل حته. المواقع الالكترونيه طب اخبارها ايه؟ يعني ازاي هيبقى يعني يبقى فيها رقابه وازاي يبقى فيها يعني مفيش رقابه يا فندم؟ لا هو قال ان هو ممنوع اي صح يعني دلوقتي اي جريده بتعمل مواقع الكترونيه، ممكن حد يعمل مواقع الكترونيه من خارج مصر، فهذا القانون بيحظر. ايه الضمان برضو؟ يعني انا عايز اعرف كل ماده من دي الضمان عدم خرقها ايه؟ ما هو يعني طبعا حكايه ان حد يعمل موقع الكتروني خارج مصر واحنا نسيطر عليه داخل مصر، اعتقد القانون بيتكلم عن المواقع الالكترونيه الموجوده داخل مصر. ولكن اذا كان لها مكاتب من القاهره بتكتب عنها اخبار تسيء لمصر يمكن ان تحاسب. طيب هو هذا القانون حقيقه شائك وهو في غايه الاهميه فعلا، محتاج ان احنا يعني ممكن ان شاء الله تبقي تعملي حوار مع الاستاذ اكيد السامة. يعني هو موعدنا قريب هيجاوبك على كل حاجه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ علي حسن رئيس مجلس اداره الرئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، نورتنا وكل سنه وحضرتك. شكرا بألف صحه وسلامه.